أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا تابع لجماعة التبليغ والدعوة، ونخرج في كل شهر 3 أيام أو أكثر في المساجد، ونبيت ونأكل ونشرب وندعو الناس إلى الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما حكم الدين في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هل وجدت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخروج؟ هل وجدت هذا؟ ما في كتاب الله إنك تخرج 40 يوم أو 4 أشهر أو 6 أشهر، هذا ما هو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قلنا، إنه يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فما كان موافقا للكتاب والسنة أخذنا به، وما كان مخالفا تركناه. وأما قوله إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما رأينا شيء من ذلك، ما رأيناهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما شفنا هذا.